الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقفنا في درسنا في كتاب فتح المعين عند قول المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم. قال رحمه الله ورضي عنه فرع، وقفنا عند هذا الفرع. قال: فرع لو أصاب الأرض نحو بول وجفا فصب على موضعه ماء فغمره طهرا، ولو لم ينضب، ولو لم ينضب أي الماء، أي يغور، سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة. وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها، كما لو كانت في إناء، كما لو كانت في إناء. قال: ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر، كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه، كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه، بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط به. قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه، أفتى بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم. قال شيخنا: ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي. قال: فرع غسالة المتنجس، غسالة المتنجس ولو معفوا عنه كدم قليل إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ولم تتغير ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ، وقد طهر المحل طاهرة. قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: فرع إذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت، ألقيت وما حولها مما ماسها فقط والباقي طاهر. والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد عن قرب. نعم. قال: فرع إذا تنجس ماء، إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقات نجس ولم يطهر بالنزح، إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقات نجس لم يطهر بالنزح، بل ينبغي ألا ينزح ليكثر الماء بنبع أو صب ماء فيه، أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله. نعم. فإن بقي فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله، إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله، فلينزح كله، فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر، وإن ظنه عبلا بتقديم الأصل على الظاهر. قال: ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات، فمزيلها مرة واحدة إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء
بأن يكدر الماء حتى يطهر أثره حتى يطهر أثره فيه أو حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس ويكفي في الراكد تحريكه سبعا. قال شيخنا ويظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى وفي الجار مرور سبع جريات ولا تتريب في أرض ترابية. قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه فرع لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس. قال مالك وداود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا. ثم قال الشيخ ويعفى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل لا عن جلده. نقف عند هذا. وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الفرع وهو الفرع المتعلق بتطهير الأرض إذا ما تنجست بنجاسة يعني غير النجاسة المغلظة. قال الشيخ فرع لو أصاب الأرض نحو بول وجف فصب على موضعه ماء فغمره طهر ولو لم ينضب أي يغور سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة. نعم عندنا الآن كيف نطهر الأرض إذا تنجست بنحو نجاسة أي نجاسة متوسطة أو كانت النجاسة مغلظة أو كانت النجاسة يعني حتى مخففة كيف تطهر تلك الأرض التي تنجست؟ قال لو أصاب الأرض والمراد بالأرض هنا ما كان من أرض رخوة أو كانت هذه الأرض صلبة فكيف نطهرها من هذه النجاسة التي وقعت فيها؟ الخطوة الأولى نقوم بإزالة هذه العين العين النجسة يعني لا يمكن أن يكون هناك تطهير مع وجود عين النجس فلا بد من إزالة عين النجاسة. فهنا في هذه الحالة هناك حالتان إما أن تكون هذه النجاسة قد جفت وما بقي إلا الحكم أما العين فغير موجودة فإذا هذه الأرض تنجست بنجاسة حكمية لا؟ نعم. والحالة الأخرى النجاسة ما زالت عينها موجودة باقية فيقولون الشيخ لو أصاب الأرض فإذا عندنا الأرض إما أن تكون ترابية على طبيعتها وإما أن تكون هذه الأرض صلبة كأن بها يعني رخام ونحو ذلك فيقول لو أصاب الأرض نحو بول يعني نجاسة سواء كان بول أو كان دم أو كان يعني شيء من النجاسات الأخرى فكيف يطهر؟ فقال نحو بول وجف فقضية الجفاف ليست بشرط المهم زوال عينها ولهذا يقول يعني الجفاف ليس بقيد بل الشرط ألا يكون عين البول باقيا لم تتشربه الأرض فإذن هنا أراد بقوله وجف التمثيل على القيد المطوي وهو زوال العين فالبول وقع على هذه الأرض فنجسها ثم إن هذا البول أو هذه النجاسة عينها زالت لكن حكمها ما زال موجودا فإذن هنا صورة الأرض إذا تنجست كيفية تطهير الأرض إذا تنجست بنجاسة حكمية إذا تنجست بنجاسة حكمية لأن هنا العين غير موجودة وكذلك ربما تكون الصفات غير موجودة فإن كانت الصفات موجودة فسيذكر. قال فكيف يطهر؟ قال يطهر بصب الماء. قال فصب على موضعه ماء فغمره لابد أن يصب على هذا الموضع الذي تنجس بهذه النجاسة وزالت عين النجاسة فنصب عليها الماء
بحيث يغمرها. ما معنى يغمرها؟ يعني يعمها. تمام؟ نعم. فغمره، نعم، أي عم موضع البول الماء وستره، بأن لا يبقى هناك موضع لم يصل إليه الماء. تمام؟ قال ما الحكم حينئذ؟ طهور. فلنفترض أن عندنا هذه الأرض كما قلنا لكم بال فيها إنسان، وقع فيها بول، كالصحاب كالأعرابي ذاك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة طبعا، جاء وبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ دعا بدنوب من الماء وغمره، وهذا هو تطهيره. تمام؟ يأتي بالماء، لكن إذا كانت النجاسة قد جفت أي زالت عينها، لأن الأرض الترابية ستمتص ما كان من هذا البول. طيب لو أن هذه الأرض صلبة سيبقى البول ما زال في مكانه إلا أن يتبخر أو أن يجفف. فبهذه الحالة نقوم بعملية التجفيف، إذا كانت النجاسة ما زالت موجودة نقوم بعملية التجفيف، بعد التجفيف نغمره بالماء، وبهذا يكون قد طهر. نعم، لكن نغمره بالماء وننتبه إلى أن الغمر وحده ليس كافٍ، لابد من زوال الأوصاف أيضا. فلو أننا غمرناه بالماء فصار ما زال المحل طعم البول فيه أو لونه أو رائحته، لا، لم يطهر، بل لابد من زوال الأوصاف. طبعا زالت العين وزالت الأوصاف، فإذا زالت العين وزالت الأوصاف أو زالت العين ولم تزل الأوصاف وإنما زالت الأوصاف بالغمر، خلاص انتهت القضية. فلو أنه بعد الغمر ما زالت الأوصاف موجودة، لا، لم يطهر. واضح؟ فهنا الصورة ومحلها أي فيما إذا كانت الأوصاف قد زالت، فنكتفي بالغمر بعد التجفيف كما سبق أن صور. قال الشيخ فغمره طهورا ولو لم ينضب، أي ولو لم يغور الماء، ينضب يعني الماء الذي صب وغمر محل النجاسة ما زال باقيا، لا يشترط أن يغور الماء أي تمتصه الأرض أو أنه مثلا يتبخر، طالما أن الماء غمر محل النجاسة بعد زوال عينها وزوال يعني الأوصاف بالغمر ونحو ذلك، فهمتم؟ خلاص طهور، طهور، فهمتم؟ قال أي يغور، سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة. فلو كانت الأرض صلبة فما الحكم؟ سيبقى الماء موجودا لن يغور إلا بالتبخر أو بالتجفيف، لا يشترط طالما أن الماء غمر محل النجاسة بعد زوال عينها، وبالتالي الأوصاف زالت إما قبل الصب أو الأوصاف زالت بالصب، الأوصاف زالت قبل الصب أو الأوصاف زالت بالصب، بصب الماء. لكن لو أن الأوصاف لم تزل فالماء تنجس حينئذ، مفهوم؟ نعم، اختلطت النجاسة بهذا الماء. نعم. فإذا هذه الصورة الأولى، الحالة الأولى التي معنا، خلاص فهمتم؟ الآن لو أن هذا المكان تنجس كيف سنفعل؟ هذا المكان يعني فيه هذا السيراميك ولا فيه الرخام تنجس، فماذا ستفعل؟ الخطوة الأولى نزيل العين، نأتي بمنشفة أو نأتي ب يعني قطعة من الإسفنج ونجفف هذه العين من النجاسة. قال هذا تضمخ بالنجاسة، فهذا تضمخ بالنجاسة لحاجة. بعد أن نجفف عين النجاسة ونزيل ما كان من الأوصاف، بعد ذلك نأتي بالماء فنغمر. بعد ذلك هل يشترط أن نزيل هذا الماء الذي غمر محل النجاسة؟ لا، إما أن يترك حتى يجف، وإما أن نقوم بإيه؟ كما قال هنا عندكم بأن ينضب. ينضب يعني يغور، يغور يعني تمتصه الأرض، أو أن يتبخر، أو أن نقوم نحن بتجفيفه بعد ذلك.
لأن هذا الماء الآن صار إيه؟ طاهر. فهمتم؟ نعم. الحالة الأخرى، لكن لا نكتفي بالنضح بل لابد من الغمر، فننتبه لهذه القضية، أي لابد أن يكون الماء إيه؟ مغمورا، أي يعمه ويستوعب جميع المحال، ولا يبقى إيه؟ هناك نضح كأننا نرطب محل النجس، لا، بل لابد من أن يكون الغمر مع شيء من سيلان الماء. فهمتم؟ أن يسيل الماء يجري على محل النجس. قال: وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلابد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها. إذن هنا الحالة الثانية، أرض ترابية أو كانت الأرض صلبة أو كانت الأرض رخوة وقعت فيها عين النجاسة ولم تتشربها. فهمتم؟ كما قال هنا لم تتشرب، أي لم تجف. لم تجف يعني لم تزل العين، هذا المراد بماذا تتشرب. لم تتشرب أي العين لم تزل، ما زالت العين باقية. تمام؟ نعم. قال الشيخ: فلابد من إزالة العين. لابد من إزالة عين إليه؟ عين النجاسة قبل صب الماء القليل عليها. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة الماء القليل لو صببناه على هذا المحل الذي تنجس من الأرض، أرض تنجست بنجاسة وعينها ما زالت باقية، فصببنا عليها ماء قليل، فالماء القليل سيتنجس حينئذ بهذه النجاسة الموجودة. إنما نقوم بالخطوة الأولى إزالة العين، إزالة العين الذي كما يقول في المسألة الأولى جفت، ومراده بالجفاف زوال العين. هنا زالت، لم تزل العين، الحالة الأخرى يعني كأنه تفريع على هذا القيد، مفهوم؟ لم تزل العين، فماذا نفعل؟ نزيل العين، نزيل العين ثم نصب الماء على هذا المحل، وننتبه إلى قضية الماء المصبوب، أنه بصب الماء زالت الأوصاف، لكن لو لم تزل الأوصاف فإذن تنجس. نعم. قال: كما لو كانت في إناء. نظير، تنظير هذا يعني لو كانت هذه النجاسة في إناء كالكوب أو الكأس أو الصفحة أو الصفيحة، قدر ونحو ذلك، تنجس بنجاسة، فكيف نقوم بتطهير هذا القدر؟ نزيل العين بعد ذلك نصب الماء عليه، تمام؟ فيطهر حينئذ، كما لو كانت أي عين النجاسة في إناء، فلا بد من إزالتها منه، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ثم يصب الماء فيه، تمام؟ وبهذا يكون قد طهر إذا ما كانت العين قد زالت والصفات قد زالت. فهمتم؟ نعم نعم. وقولهم: الإناء المتنجس إذا وضع فيه ماء وأدير من في جوانبه يطهر كله، محله، أي محل هذا للقول، ما لم تكن عين النجاسة فيه ولو مائعة. فهمتم؟ نعم. وبناء عليه يعني ما نراه مثلا في بعض دور المياه من وجود عين النجاسة في هذا المكان، ويعني ربما البعض يكتفي بالغسلات التي تزيل العين فيعتبرها هي المطهرة. لا، هذه الغسلات التي تزيل العين هي غسلات لإزالة العين، بعد إزالة العين نحتاج إلى صب الماء عليه التي هي المطهرة، أما الأولى تزيل العين. ولكن أيضا مع هذه الغسلة التي نصبها بعد إزالة العين لابد أن تكون الأوصاف قد زالت، إما مع الغسلة الأولى التي زالت بها العين، أو مع الغسلة التي غمر بها المحل، لا صفات، مفهوم؟ أما إذا كانت الصفات باقية فإذن النجاسة باقية، إلا ما كان من مسألة التعسر أو مسألة التعذر،
فيما لو كان هناك الطعم باقي أو كان الطعم واللون باق في محل واحد من نجاسة واحدة. واضح؟ نعم. أما لو بقي الريح أو بقيت بقي الريح أو بقي اللون فهنا في التعسر يكتفى بالإيه؟ بالتطهير. قال الشيخ: كما لو كانت في إناء. ثم هناك فرع ثالث في ضمن هذا الفرع. ما هو الفرع الثالث؟ ولو كانت النجاسة جامدة. إذن هناك الصورة الأولى أن النجاسة إيه؟ مائعة كالبول والدم. قال: ولو كانت النجاسة جامدة، ولكن هذه النجاسة الجامدة تفتتت. قال: ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب. واختلطت بالتراب لم يطهر. هنا يقول الشيخ إيه؟ لم يطهر. ما الذي لم يطهر؟ التراب. يعني نظير المسائل التي تذكر في المقابر المنبوشة. المقابر المنبوشة يقولون المقبرة المنبوشة متنجسة، هل يمكن تطهير هذا التراب؟ لا يمكن تطهير هذا التراب، لأن النجاسة تجمدت صارت إيه؟ يعني كجرم، ولم يكن عندنا تراب تنجس، بل هي النجاسة صارت كعنصر من عناصر هذا التراب، يعني قطع صغيرة تجلطت وتجمدت. فيقول هنا: ولو كانت النجاسة جامدة. انتبه إلى معنى قوله جامدة. ما المراد بقوله جامدة؟ ليس جافة. المراد بقوله جامدة أي صار لها جرم وصارت كجزء من التراب، كالتراب في الإيه؟ في الجرمية. فإذا في هذه الحالة التراب متنجس بعين نجاسة، فهمتم؟ وليس التراب متنجس فقط، بل اختلط التراب بأعيان النجاسة، فهمتم؟ ولا يشكل عليكم أن هذه المقبرة المنبوشة اختلطت مثلا بأجزاء الإنسان الذي هو طاهر، تحللت يعني تحلل جسمه فصار يعني كأنه تراب. لا، ليست هذه القضية. القضية أن هذا الجسم يعني إفرازات ما كان في الجسم من صديد ونحو ذلك تجمدت. فهنا اختلط هذا النجس بالتراب، ثم لما نبشت ما كان تحت صار في الأعلى واختلط، فهنا يصير هذا التراب مختلط. فهو التراب له حالتان: أنه نجس ومتنجس، أو أنه متنجس ومختلط بنجس. متنجس ومختلط بإيه؟ بنجس. هذه هي القضية. فلهذا لا يمكن تطهيره، لأننا لو صببنا عليه الماء ما كان من التراب تنجس سيطهر، لكن ما كان من النجس المتجمد عين النجس لا يطهر. عين النجس لا يطهر، فبالتالي فسيعود التراب الذي كان قد طهر وسيلاقي النجاسة مرة أخرى، لأن النجس تجمد صار كحبات التراب، أفهمتم؟ فلهذا يقول الشيخ هنا لم يطهر. لماذا لم يطهر؟ للتعذر. نعم. فيقول هنا انتبه، قال: ولو كانت النجاسة جامدة. هنا يقول المحشي مقابل قوله نحو بول، اللي هي القسمة الثانية التي ذكرتها لكم في أول الفرع، لأن الأرض الترابية في الحالة الأولى اختلطت بمائع من النجس، والحالة الثانية اختلطت بجامد من النجس. وفي الحالة الأولى اختلطت بمائع من النجس جف وزالت عينه، والحالة الثانية من الحالة الأولى أنه اختلط بمائع ولم يجف، أي لم تزل عينه، فهمتم؟ فصارت الحالة الأولى عندنا على حالتين، أما الحالة الثانية أي مقابل الحالة الأولى، فهمتم يا أحباب؟
فيقول هنا كيف نفعل في هذه الحالة لو أن عندنا الأرض الترابية حالتها كهذه الحالة التي معنا؟ قال ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب، واختلطت بالتراب، تفتتت واختلطت بالتراب. فهمتم؟ انتبهوا لقوله تفتتت، أي أنه عسر علينا إيه، تعذر علينا إيه، التقاط أعيان النجاسة لأن صارت مسحوقة، أليس كذلك؟ لكن لو كانت أعيان النجاسة ظاهرة بإمكاننا أن نقوم بالتقاطها، وبالتالي الأرض حينئذ بإمكاننا أن نقوم بصب الماء عليها. أفهمتم؟ نصب عليها الماء وتطهر، أزلنا العين والأرض إيه؟ التي لاقت النجاسة مع الرطوبة تنجست وبالصب للماء طهرت. لكن الحالة التي معنا لأن هو أن هذه النجاسة تفتتت واختلطت بأعيان التراب، فصار التراب متنجس ولا يمكن إزالة الإيه؟ إزالة النجس عنه. نظير في مسألة المياه إيه؟ اختلاط الماء بالأعيان الطاهرة المخالطة، عندنا مخالط ومجاور. فهمتم هناك في مسألة المياه ما هو المجاور؟ ما يمكن فصله، وما هو المخالط؟ ما لا يمكن فصله. هنا قريبة منها في التصوير. فهمتم؟ فيقول هنا كالمختلط، نعم، ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب فما الحكم إذن يا شيخ؟ قال لم يطهر. ما الذي لم يطهر؟ التراب، حتى ولو صببنا عليه الماء صبا لم يطهر، لم يطهر. نظير ماذا؟ قال نظير المختلط، كالمختلط أي كالتراب المختلط بنحو صديد، لكن ننتبه بنحو صديد لابد من قيد، وهو إيه؟ صديد متجمد. فهمتم؟ أما الصديد إذا كان مائع، أصلا في الأصل أن الصديد مائع، لكن إذا تجمد فصار كجرم كحبات التراب. هنا الصديد صار له جرم. فهمتم؟ فبالتالي هنا الأرض المنبوشة لا يمكن تطهيرها، الأرض المنبوشة يعني المقبرة المنبوشة. ماذا نقول؟ المقبرة المنبوشة نجسة ولا متنجسة؟ هنا في هذه الحالة نقول نجسة، لأن أعيان النجس النجاسة فيها. فهمتم؟ لكن لو كانت متنجسة ممكن تطهيرها، فهي في هذه الحالة النجاسة أعيانها موجود. ومعلوم لديكم أنه لا يطهر شيء من الأعيان الإيه؟ النجسة. فهمتم؟ نعم. فإنه قال لا يطهر، أما إذا كان مائع فيمكن حكمه، فيكون حكمه كالبول وقد علمته. فهمتم في هذه الحالة؟ فهمتم الصورة هذه؟ طيب لو أردنا أن نضع صورة لها في الواقع، ما مثال ذلك غير صورة المقبرة؟ يعني عرفنا المقبرة المنبوشة، أيوة، يعني عرفتم محال التي يبيعون فيها الغنم ونحو ذلك، المواشي، فأنت تجد المواشي تروث في الأرض هذا، وبعدين تدوس الروث ونحو ذلك، فتصير حبات الإيه؟ أجزاء البعر مختلطة بالتراب. فهذه الأرض ما حكمها؟ اختلطت بأعيان النجاسة المتفتتة، مش كده؟ فإذا هذه الأرض ما حكمها؟ متنجسة ولا يمكن تطهيرها، لا يمكن تطهيرها. هل هناك مجال للعفو؟ نقول نعم، يعفى عن طين، بل انتبه، يعني يعفى عن طين، عن طين الشارع المتيقن نجاسته أي تنجسه. فلكن طين مش نجس موجود عينه متفتتة، يعني واحد في الشارع بال، كلب بال، بلاعة طلعت في الشارع واختلط البول المتنجس عزكم الله مع الصرف مع طين الشارع كما ترون في بعض الأحيان، هذا الشارع ما حكمه؟
تيقن نجاسته، مش كده؟ هذا الشارع إذا ما نزل عليه الماء أو يعني أصابك شيء من رطوبته ونحو ذلك، ف أو يعني مشيت عليه بأقدامك، فيعفى عن ما كان قد لاقته الأقدام أو أصاب ثوبك من رطوبة الطين المتيقن نجاسته. هذا طين متنجس، تراب متنجس، يعفى عنه. لكن نجاسة مختلطة بالتراب، لا، لا يوجد عفو، لا يوجد إيه؟ عفو. فهمتم هذه الصورة؟ الفرق بينهما واضح. الأرض المسمدة، فهنا حتى في مكان من الأرض المسمدة التي يستخدمونها في الزرع يقولون بالعفو ولا يقولون بالإيه؟ بالطهارة. إذا حصلت هناك مشقة، إذا حصلت هناك مشقة، فما الأصل في هذه الحالة؟ أنه يعفى، لا أن نقول أنه يطهر. فهمتم؟ آه. فإذا عندنا طين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه، يعفى عنه. لكن هل نقول بأنه يطهر؟ لا يمكن تطهيره إلا إذا كان إيه؟ كالحالة التي مرت معنا، أنه تنجس بأعيان نجسة مائعة وبعد ذلك زالت العين فبقي المكان متنجس، سنقوم بتطهيره بالغمر. لكن لو أن أعيان النجاسة موجودة، لا عفو، لابد من إزالة عين النجاسة. إلا في مكان من هذه الصور التي إيه؟ ربما الأرض تنجست واختلطت بأعيان النجاسة، تفتتت فيها. وهنا يعني نحتاج إلى الأمر، إن كانت هناك مشقة فالعفو، وإن كان لم تكن هناك مشقة فلا عفو، لا عفو. يعني المقابر لو جلست فيها وأخذ في ثوبك وهي منبوشة، لا عفو. مفهوم؟ أين المشقة؟ لا توجد المشقة. فهمتم؟ آه. فلو تصلي على المقبرة في الأرض المنبوشة في المقبرة، الصلاة ما تصح. مفهوم؟ آه. لعدم المشقة. لكن لو جئت إلى قضية مثلا الزرع الذي اختلط السماد بالتربة، بعد ذلك استخرجت ما كان من الزرع الذي زرعته في تلك الأرض المسمدة، هذا يعني إيه؟ يعني يعفى عنه. وإذا كان يعني تيقن تنجسه وأمكن تطهيره فيطهر. لكن هذا يعني الأرض نفسها متنجسة، مفهوم؟ لكن الزرع يمكن تطهيره، يمكن تطهيره. تفضل. يعني برد الزركشي للتفريق بين الصورتين، الصفحة 79 و 200. لحظة شوية. وعن قليل طين محل، وعن قليل طين محل محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ للمشقة، ما لم تبقى عينها متميزة، ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن. لحظة شوية. نعم. وعبارة شرح الروب أي أسنى المطالب، قال الزركشي: وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو مختلطا بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب. طيب، لأن الشوارع معدن النجاسات. يا لطيف. طيب، أين الإشكال؟ أنا يعني أقول في المسألة التي معنا أن طين الشارع يعفى عنه كما سيأتي، طين الشارع، ويعفى عن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ. نعم. ما لم تبقى، انتبه لهذا الايه؟ الاحتراز. ما لم تبقى عينها متميزة. رجعنا إلى أصل المسألة التي معنا. عين النجاسة موجودة،
لكن هنا في طين الشارع الذي أصب في المسألة التي قررتها لكم عين النجاسة غير موجودة، لكن الطين هو الذي تنجس. الطين تنجس بنجاسة مغلظة أو بنجاسة غير مغلظة، ما اتجه إليه الزركشي من العفو مطلقا. لكن غير الزركشي يقول لا، شرط العفو حتى فيما كان من قليل طين الشارع المتنجس أن يكون تنجس بغير النجاسة المغلظة، فيصير عنده للعفو شرطان أو ثلاثة شروط: قلة الطين المتنجس، عدم تنجسه بنجاسة مغلظة، أن تكون عين النجاسة غير متميزة، فتصير ثلاثة شروط. فلا اعتراض، انحل الإشكال؟ أه؟ ما زال الإشكال باقٍ؟ يعني لا تفرق بين الصورتين. لا تفرق بين الصورة التي ذكرتها والصورة هذه؟ نعم. طيب فهمها لي إزاي؟ يعني قلتم الطين المختلط بالنجاسة لا يمكن تفريقه. هذه العبارة تفيد إمكان طهارته. لا، هو في فرق ما بين طين تنجس وطين اختلط بعين النجس. القبر منبوش. دلوقتي انت لاحظت الفارق؟ طيب لا تختلط في المسألتين هنا، يعني المسألة فيها اختلاط، يعني في المسألة هنا طين تنجس، طين طاهر في الأصل أصابته نجاسة، طين اختلط بالنجس. بمعنى اختلط بالنجس أي أن عين النجاسة موجودة، يعني حبات البعر وأجزاؤها موجودة، بس يعني تفتتت واختلطت. هنا هل يبقى العفو موجود؟ اختلطت أحباب، يعني هو تسعة وسبعين ومائتين، ويعفى عن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ. متيقن نجاسته أي صفة للطين، أي أن هذا الطين تيقن نجاسته. والطين هذا عين طاهرة ولا عين نجسة؟ طاهرة. كيف تيقن نجاسته؟ أصابتها نجاسة، فإذا هذا الطين متنجس مش نجس. الفارق بينهما واضح، فهمتم يا أحباب؟ بال الكلب فيه، بوله موجود ولا تبخر؟ تبخر، جف إلى آخره، بوله استتر، لكن ما زال الطين موجود، فإذا هذا الطين متنجس بنجاسة مغلظة أو غير مغلظة. تمام؟ تيقن نجاسة هذا الطين، واضح؟ تيقن نجاسته. وفي هذه الحالة يعني يعفى عن ذلك الطين بشرط قلته. بشرط أيوة، بشرط قلته، وبشرط آخر عدم أن لا يكون من أن التنجس بمغلظ. الشرط الثالث أن لا تكون النجاسة متميزة. فانتبه لهذه المسألة. فهنا يقول ما لم إلى آخره، عينها متميزة أي ظاهرة منفصلة عن الطين غير مستهلكة فيه. ما معنى غير مستهلكة فيه؟ ما زالت النجاسة يعني لها وجود، لها أجزاء، لكن إذا استهلكت فيه يعني خلاص، يعني تلاشت، كأنها ذهبت في الأعيان الطاهرة. مفهوم؟ نعم. غير متميزة أي ظاهرة منفصلة، كالمسألة التي ذكرتها لكم في المجاور والمخالط، لأنه إذا كانت ظاهرة منفصلة إمكان فصلها قائم، إمكان فصلها نعم. متميزة ظاهرة منفصلة عن الطين غير مستهلكة فيه، نعم. ويختلف، ما الذي يختلف؟ يعني العفو. وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها، بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم،
وقد أصابها المطر بالعفو عند المشقة. لكن انتبه لقضية العفو، العفو لا يستلزم الطهارة، يعني التي معنا في المسألة هنا إيه؟ المسألة التي معنا يقول هل يمكن تطهير هذه الأرض؟ هذا هو السؤال، هل يمكن تطهيرها؟ الحالة الأولى يا أحباب معنا أرض أصابها بول فجف أو جفف، زالت العين، ثم صببنا عليه الماء فغمرناه، صارت هذه الأرض طاهرة. الآن التي معنا هذا الفرع الآخر ده، العين الأرض يعني تفتت فيها أجزاء النجاسة، هل هذه الأرض أو هذه التربة أو نحو ذلك يمكن تطهيرها؟ لا. بعدين يبقى هناك مجال للعفو من عدمه. لا تذهبوا بعيدا، مفهوم؟ واضحة ولا لا؟ طيب أيوة، بس خلي بالك حتى في مسائل العفو، لما نأتي إلى مسائل العفو، لو أننا جئنا إلى هذه الأرض فقلنا إن الأرض طهرت، بإمكاني أخذ شوية تراب وأحطه في جيبي، ما عنديش مشكلة، وأصلي، أتي إلى هذا التراب أتيمم به. لكن لما أقول إن هذا التراب معفو عنه، فيبقى العفو مقيد بالمشقة بمحلها من الأقدام، من أطراف الأثواب، لكن ما أجيش أتيمم به، لا أتي إلى أتيمم بالتراب الذي قلنا بأنه يعفى عنه، أو أخذ هذا التراب فأضعه في يدي، عفوا في جيبي وأصلي. العفو قائم إذا ما كانت هناك المشقة، وأي مشقة أن تأخذ تراب تحطه في جيبك؟ قال للتبرك. تبرك إيه ده؟ ده دماغك تعبان، فهمت؟ لا، واحد فلاح أرض زراعية فهو يحرثها، لكن لا يأتي إلى ترابها فيتيمم به، اختلط بسماد ونحو ذلك، واضح؟ نعم. قال الشيخ ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر. عرفتم ما فائدة هذا القيد؟ حتى ولو قلنا بأن العفو موجود، لكن هذا التراب غير طاهر، غير طهور، فلا تأتي به لتتيمم به، لا تأتي به لمثلا تخلطه بالإيه؟ بالماء في غسلات النجاسة المغلظة، تقول هذا يعني بإمكاننا أن نترب به الماء في السبعة في الغسلات الإيه؟ في غسلات النجاسة المغلظة، هذا تراب متنجس، هذا تراب اختلط بنجس، واضح؟ وإن قلنا بالعفو في بعض الصور لكن لم نقل بالطهارة، وهناك نشترط أن يكون التراب طهور، واضح؟ قال الشيخ بعد ذلك لم يطهر كالمختلط بنحو صديد، لم يطهر بماذا؟ قال لم يطهر بإفاضة الماء، بإفاضة الماء عليه. هنا يعني نضع بين قوله كالمختلط بنحو صديد شرط قبل ذلك وشرط بعد الصديد، مفهوم؟ اعتراضية هنا، كالمختلط بنحو صديد أي لم يطهر بإفاضة الماء عليه، بل لابد من إزالة جميع التراب المختلط به. لماذا؟ لأن هذا التراب لا يمكن تطهيره، لا يمكن إيه؟ تطهيره، فلابد إذن من إزالة جميع التراب إذا أمكن. طيب لو لم يمكن ستبقى هناك المشقة تجلب التيسير، أي العفو فقط لا الطهارة، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ وأفتى بعضهم، يعني معلش يعني لماذا هذا الفرع؟ هو يقول هذا الفرع يعني أعزكم الله كل ما كان من الجامدات كالأرض، يعني أوراق، خشب، مفهوم؟ جدار، يعني جدار المسجد مثلا أو جدار البيوت إذا تنجست كيف نطهرها؟ يقول في هذه الحالة لابد من يعني إزالة العين، وإذا كان هذا الجدار قد امتص العين فخلص نصب الماء
وإذا كان يعني لم يمتص بقية العين موجودة فلا بد من إزالة الإيه؟ العين. باب حتى لو كان كتاب يعني لا سمح الله واحد يقرأ هكذا فرعف نزل دم من أنفه على كتابه فماذا يفعل؟ يطهره بالمسح بالمنديل، يأتي بالمنديل هكذا ويمسح فيقول لا عن صار طهور أو صار طاهر، لا بل لابد من الماء. نعم. فيقول هنا الشيخ وأفتى بعضهم في مصحف، يعني أحسن نقول في نحو مصحف. لماذا؟ ليدخل لتدخل كتب العلم في نفس المسألة، لتدخل كتب العلم في نفس المسألة. لهذا يقول ومثل المصحف كتب العلم الشرعي. هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول أي أنها كالمصحف، مفهوم؟ كالمصحف، والأقرب أنها مثل المصحف في ده في إمكان تطهيرها. وبالتالي هذا المصحف يأخذ حكم الإيه؟ الأرض التي يمكن تطهيرها، ولا يأخذ حكم الأرض التي لا يمكن تطهيرها. فهمتم؟ واضحة؟ فيقول الشيخ وأفتى بعضهم في مصحف، أي نقول في نحو مصحف تنجس بغير معفو عنه. أما إذا كان قد تنجس بمعفو عنه كونيم ذباب أو يسير من قطرة دم ونحو ذلك فهذا العفو قائم. العفو إيه؟ وحيث وجد العفو لم تجب الإزالة، لا يجب التطهير. فهمتم؟ لأن العفو قام، حيث قلنا بالعفو فإذن الإزالة ليست واجبة. لكن متى تشترط الإزالة؟ إذا لم يكن هناك عفو. واضح؟ قال الشيخ في مصحف تنجس بغير معفو عنه، ماذا أفتى الشيخ؟ قال بوجوب غسله. وجوب غسل إيه؟ بوجوب غسل المصحف ونحوه. طيب هذا الغسل يا أحباب ممكن يؤدي إلى تلف المصحف. يقول حتى وإن تلف، حتى وإن لماذا؟ لأن هنا فيه يعني درء المفسدة، أو درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ المصلحة. نعم. وإن أدى إلى تلفه، نعم، وإن أدى إلى تلفه، هذه الغاية الأولى. الغاية الثانية وإن كان اليتيم، يعني وهذا مال اليتيم وإتلاف مال اليتيم حرام، لكن فيما كان يعني في غير نحو المصحف ونحوه. نعم. وإن كان اليتيم فإنه يجب غسله، يجب غسل المصحف الذي هو ملك اليتيم وقد تنجس بنجاسة غير معفو عنها وتوقفت إزالة هذه النجاسة على الغسل، فإذن لابد من الغسل وإن أدى إلى إتلاف. فهمتم؟ عاد عندنا قيد ثالث، وهو أن تكون النجاسة لاقت حروفه، لا لاقت حواشيه وأوراقه الخالية من الإيه أو الجلد، فيصير عندنا شرط وجوب غسله ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قد تنجس بنجاسة غير معفو عنها. الشرط الثاني أن تكون هذه النجاسة الإيه؟ النجاسة غير المعفو عنها إيه؟ لاقت شيئا من حروفه، مفهوم؟ وعاد الشرط الثالث، نعم، لا شرطان، نعم شرطان، شرطان، نعم. وأما تلك الغايات فهذه غايات يعني إشارة إلى أن الحكم يعم هذه الصور لتعميم الحكم. فقال الشيخ وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه، هذه الحالة الأولى، بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم. قال شيخنا يعني به ابن حجر شيخه ويتعين فرضه، أي فرض وجوب الغسل فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن، أي أنها لا مست إيه؟ مست الحروف والنقوش، نعم، شيئا من القرآن،
لأن القرآن يطلق على إطلاقات ثلاث، إما أن يطلق على الكلام القديم وهذا ليس معنا في هذا الفراء، وإما أن يكون يعني إطلاقه على معنى اللفظ وهذا أيضا لا يتنجس، فإذا حمله على المكتوب المنقوش. نعم. وإذا مست النجاسة شيئا من القرآن، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد والحواشي، فإذا كانت في نحو الجلد أو في نحو حواشيه أي الخالية من الحروف والنقوش فلا يجب، فلا يجب الغسل، لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لم تتنجس الحروف. نعم. وإن كانت هذه لها حكم المصحف من حيث حرمة المس مع الحدث، واضح؟ نعم. قال الشيخ: وإن كان ليتيم، طبعا هنا يقول الشيخ الشبرملسي: والعامل له الولي، أي من الذي يقوم بالإزالة بالغسل؟ الولي، لأن هو الذي له حق التصرف بما كان في مال اليتيم بشرط الغبطة والمصلحة. نعم. وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم؟ يقول يعني فيه خلاف، والأقرب لا، لأنه ليس له حكم إزالة المنكر، والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه. لأن يعني هل سيقال أنه غير الولي له حق إزالة النجس من هذا المصحف لأنه من قبيل إزالة المنكر؟ يقول نعم لا، عفوا يعني يقول لا، لأن إزالة المنكر شرطها أن تكون أن يكون هذا المنكر مجمع على إنكاره، مفهوم؟ مجمع على كونه منكرا، وهنا لا، يعني لم يتعين ذلك، لم نتحقق، لم نعلم ذلك أنه مجمع عليه، وبالتالي ليس لغير الولي أن يقوم بغسل ذلك المصحف الذي تنجس بنجاسة غير معفو عنها، خاصة فيما كان من مصحف اليتيم، من مصحف اليتيم. نعم. الفرع الذي بعده: قال فرع، سيشرع الشيخ الآن في بيان أحكام الغسالة. قال: غسالة المتنجس، فننتبه إلى أن هذه الغسالة أي ما كان من الماء المنفصل، الماء الوارد عن النجس الذي انفصل وهو قليل، فيقول الغسالة أي بقية الماء الذي غسل به الثوب المتنجس، فهمتم؟ قال: غسالة المتنجس ولو معفوا عنه، أي ولو كان المتنجس متنجسا بنجاسة معفوا عنها، معفوا عنها كدم قليل، أي تصوير للنجس المعفو عنه، ما صورته؟ قال: كدم قليل، أي صورة للنجس المعفو عنه. قال: إن انفصلت، فيصير عندنا هذا الشرط الأول الانفصال. أما ما دامت هذه الغسالة، ما دام هذا الماء الوارد على الثوب المتنجس ونحوه متصلا بذلك المحل، فما زال له حكم الطهارة حتى ينفصل. لو أن عندنا هذا الثوب تنجس بنجاسة، هذا الثوب تنجس بنجاسة وأردنا غسله، فننتبه تنجس بنجاسة معفو عنها أو غير معفو عنها، وأردنا غسله، فصببنا الماء عليه، أي جعلنا الماء واردا على هذا المحل، جعلنا الماء وارد، أي لم نجعل المتنجس هو الوارد على الماء، إنما جعلنا الماء وارد على المتنجس. طالما أن الماء متصل، أي ما زال في الثوب لم ينفصل عنه، فله حكم الطهارة. ما الذي له حكم الطهارة؟ الماء له حكم الطهارة، لكن الثوب ما زال متنجس، فهمتم؟ فإذا انفصل الماء نحتاج إلى أن نقوم بجمع الماء. يعني إذا انفصل الماء سننظر إلى المحل وسننظر إلى الماء، فنشترط شرطين: عدم التغير وعدم الاتصال، اللي هو وقد طهر المحل،
عدم التغير، والشرط الذي بعده كما يقول عندكم عدم تغيرها وعدم الزيادة، عدم التغير وعدم الزيادة أي بعد الانفصال. فيكون عندنا في هذه المسألة 3 قيود إجمالية، لكن لو جعلناها قيود يعني تفصيلية ستكون 6: غسالة منفصلة، غسالة قليلة منفصلة بلا تغير ولا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة، أي 5 قيود. وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير ولا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة، 5 قيود. ومنهم من يجعلها 6 قيود، وهو الشرط الأول أن تكون هذه الغسالة واردة، فتصير 6 قيود واردة، تمام، 6 قيود. أن تكون الغسالة واردة، وأن تكون قليلة ليست كثيرة، وأن تكون انفصلت ليست متصلة بلا تغير ولا بزيادة ولا زيادة ولا بزيادة وطهارة المحل بعد الانفصال، طاهرة أي ليست بمتنجسة، فلا نحكم عليها بالتنجس ولا نحكم عليها بالطهورية، بل نحكم عليها بالطاهرية. فهمتم؟ فنأتي إلى أصل المسألة. قال: غسالة المتنجس ولو معفوا عنه كدم قليل إن انفصلت، انتبهوا لهذا القيد، إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتها، هذا اللي هو طهارة المحل، ولم تتغير ولم يزيد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ، نعم، وقد طهر المحل طاهرة، نعم. قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. فنعود إلى أصل المسألة. هنا يقول عندكم المحشي، قال: وحاصل الكلام عليها أنها إن كانت أي الغسالة قليلة يحكم عليها بالطهارة، ليس بالطهورية، بالطهارة، نعم، بقيود 3 أي على سبيل الإجمال، نعم، بقيود 3: طهر المحل أو طهر المحل وعدم تغيرها وعدم زيادة وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الظاهر أو الوسخ الطاهر. فإن فقد واحد من 3 بأن لم يطهر المحل، أو طهر ولكن كانت متغيرة، أو لم تكن متغيرة ولكن زاد وزنها بعدما ذكر، فهي نجسة أو نجسة كالمحل، فهي نجسة أي الغسالة والمحل ما زال نجسا متنجس. فهمتم؟ نعم، لأن البلل الباقي في المحل بعد بعض الغسالة المنفصلة والماء القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة، وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وهو عدم التغير، فإن كانت غير متغيرة فهي نجسة. خلاص، مفهوم يا أحباب؟ نعود إلى بيانه أيضا. طيب، 1: الماء معنا قليل، ليس كثير، الماء قليل لكنه مطلق، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وأردنا بهذا الماء القليل تطهير هذا الثوب المتنجس، تطهير هذا الثوب المتنجس بنجاسة إن معفو عنها أو إن غير معفو عنها. فإذا ماء قليل، ماء قليل يعني دون القلتين. فهمتم؟ الماء القليل ما حكمه؟ أنه يتنجس، انتبه، يتنجس. إذا عندنا ماء طهور أردنا أن نطهر به متنجس ولكن لا يتنجس، فالماء القليل إذا لاقى النجاسة تنجس، إلا إذا كان واردا، إلا إذا كان واردا بشروط مسألة الغسالة. فإن كان واردا، هذا الأمر الأول، القيد الأول أن يكون وارد لا أن يكون مورود. فإن كان واردا فيصير فيه قوة الدفع، أو عفوا تكون فيه قوة قوة الرفع، ويكون حينئذ أيضا فيه قوة الدفع بكونه وارد.
بكونه إيه؟ وارد، فيكون فيه قوة الرفع وقوة الدفع بشرط كونه واردا. فإذا ورد على النجس أي على المتنجس فيصير في هذه الحالة المتنجس لاقاه ماء واتصل به. الماء القليل حال اتصاله بالمتنجس له حكم الطهارة أو له حكم الطهورية، ما زال على طهوريته، فهمتم؟ فإذا انفصل اللي هو القيد الأول أو القيد الثاني الانفصال، أن ينفصل. فإذا انفصل، تمام؟ إذا انفصل سننظر في المحل وسننظر في الماء. إن كان المحل طهر أي بأن زالت العين وزالت الأوصاف، فهمتم؟ سننظر في الماء هل فيه تغير أم لا. فإن كان فيه تغير أي تغير بإيه؟ بطعم أو لون أو رائحة النجاسة، فإذا في هذه الحالة الماء المنفصل متنجس والمحل متنجس. وإن لم يكن به تغير سننظر هل هناك زيادة في الماء على القدر المصبوب أو نقصان، بلا زيادة وبلا بلا زيادة، تمام؟ بلا زيادة، هنا نشترط عدم الزيادة، واضح؟ ما معنى الزيادة؟ لو أن عندنا ماء وهو قدره كما مثل عندكم المحشي قدر رطل، الماء قليل قدر رطل، قبل أن نصبه كان رطلا، صببناه على الماء على المحل. سنأتي إلى عملية التقدير الظني، الاكتفاء بالظن، فنقول في هذه الحالة نقدر ظنا أن الماء سيتشرب قدر أوقية أو قدر أوقية من الماء، سيكون عندنا رطل إلا أوقية حين انفصاله، وسنقدر أن هذا الثوب سيفرز وسخا قدر نصف أوقية، فسيكون عند الحاصل إيه؟ المنفصل من الماء قدر رطل إلا نصف أوقية. فإذا منفصل الماء حينئذ وفيه هذا التقدير، إذن لم يزد وزنه، لم يزد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الوسخ من الماء وهو أوقية، ويفرزه من الوسخ وهو نصف أوقية، فيصير المجموع رطل إلا ونصف. فالماء لم يتغير ولم يزد وزنه، لم يتغير ولم يزد وزنه، وقد انفصل، وقد انفصل، وقد طهر المحل وكان قليلا وكان واردا. إذا طهر الايه؟ المحل، وصار الماء أي الغسالة المجتمعة طاهرة، طاهرة، فهمتم؟ هذه هي خلاصتها. فيصير عندنا لو فصلنا هذه الشروط ستصير ستة، ولو أجملناها ستصير إيه؟ ثلاثة. اثنان عدميان: عدم التغير بعد الانفصال، عدم زيادة الوزن، وشرط وجود وهو طهارة المحل، وقد طهر المحل. طيب لو أن الوزن لم يزد والماء لم يتغير ولكن المحل ما زال متنجس لم يطهر، فإذن الغسالة متنجسة، فهمتم؟ الغسالة إيه؟ متنجسة. طيب لكن لو أن هذه الغسالة كثيرة ليست قليلة، يعني لما انفصلت كان إيه؟ قدرها قلتين فأكثر، طاهرة ما زالت على طهوريتها إلا بالتغير، ما زالت على طهوريتها إلا بإيه؟ بالتغير. فبالتغير هنا نحكم بأنها متنجسة، لأن الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، فهمتم؟ فيصير عندنا الآن هذه هي خلاصة مسألة الغسالة. قال الشيخ مرة أخرى: غسالة المتنجس ولو معفوا عنه كدم قليل إن انفصلت، فننتبه إلى هذا القيد، أي أما حال الاتصال فهي ما زالت على إيه؟ فلهذا يقول لأن الماء، انتبه لهذا التعليل عند المحشي، قال لأن الماء ما دام في المحل المغسول له، ما دام في المحل المغسول، اعمل فاصلة، اعمل فاصلة، له
حكم الطهارة له حكم الطاهر المطهر، ما زال طاهر طهور، فهمتم؟ حتى ينفصل عنه بلا خلاف. واضح هذا؟ واضح يا أحباب؟ فإذا الشرط الأول الانفصال، الشرط الثاني قلة الغسالة، الشرط الثالث طهارة المحل، الشرط الرابع عدم التغير، الشرط الخامس عدم زيادة الوزن، والشرط الايه؟ أيوة الشرط السادس أن يكون واردا. الشيخ زكريا الأنصاري في المنهج يقول: وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير ولا زيادة وزن وقد طهر المحل ايه؟ طاهرة، ما قال طهور، فتصير هذه الغسالة طاهرة، فهمتم يا أحباب؟ أي لها حكم الماء المستعمل. وهذه هي صورة أن يكون الماء استعمل في إزالة النجاسة وهو إيه؟ طاهر. واضح؟ نعم. قال: غسالة المتنجس ولو معفوا عنه كدم قليل إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ولم تتغير ولم يزد وزنها ولم يزد وزنها. ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء. قدر الماء كام؟ الغسالة قليلة قدرها كام؟ رطل مثلا. سيأخذ الثوب من الماء قدر كام؟ أوقية مثلا. والماء يعني بعد اعتبار ما يأخذ الثوب من الماء والماء من الوسخ، سيأخذ الماء من الوسخ كام؟ نصف أوقية، لأن الماء سيستخرج معه وسخ من الثوب، سيزيد به وزنه، فإذا الماء الثوب سيأخذ قدرا من الماء والماء سيأخذ قدرا من الثوب أي من وسخ الثوب، فيصير هنا إيه؟ هنا لابد من مراعاة الاعتبارين، في ماذا؟ في اعتبار الزيادة. فقال: بلا زيادة، أي بلا زيادة في وزن الماء بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء وهو قدر أوقية، وما يأخذه الماء من الوسخ قدر نصف أوقية، سيصير خلاصة الماء المنفصل كام؟ رطل إلا أوقية، إلا نصف أوقية، رطل إلا نصف. هذه العملية التقديرية، هذه يعني اعتبار ما يأخذه الماء من الوسخ واعتبار ما يأخذه الثوب من الايه من الماء، هذه لابد هذا الاعتبار أن يكون يقين. قال: لا، هذا يكتفى في هذا الاعتبار بالظن. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ: قال شيخنا، وقال هنا: وقد طهر المحل طاهرة. قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما، الضمير في قوله فيهما يرجع إلى إيه؟ على يرجع إلى الاعتبارين، أي اعتبار ما يأخذه الماء من الايه من الوسخ واعتبار ما يأخذه الثوب من الماء. نعم، مفهوم؟ قال الشيخ: ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. هذه عملية الغسالة هي التي ممكن تأتي معنا في مسألة أحكام الغسالة والتي ذكرناها في الدرس الماضي، وجرى فيها إيه؟ يعني ذكر التقسيمات الثلاثة نقلا عن بيهقي. هو فين بيهقي؟ ما زال في أحكام الغسالة. يعني هذه ثلاثة أنواع نقلا عنه، وهو يعني يلتزم بصحة النقل، صحة المنقول، نحن نلتزم بصحة النقل. فيقول هنا: وقد واضح الآن يعني أحكام الغسالة. طيب، ثلاثة شروط إجمالية، ستة شروط كام؟ تفصيلية. فرع، يلا ننتبه للفرع الذي معنا، لابد من أخذ القدر كله. قال: فرع إذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت، ألقيت وما حولها مما ماسها فقط والباقي طاهر. يعني سيشرع في بيان كيفية التطهير ما كان من
الجامدات إذا لاقى نجس أو تنجس، الجامد إذا تنجس ما كان من الطعام الجامد، الطعام الإيه الجامد إذا تنجس كيف نطهره؟ قال إذا وقع في طعام جامد، هذا قيد يحترز به عما إذا كان إيه قد وقعت النجاسة في طعام مائع أو ما كان من المطعوم أو المشروب ولكنه مائع، مائع يعني يتراد عن قرب. إذا أخذنا منه شيء، شربة، شربة قمح أو مثلا شيء من الإيه المأكولات التي هي يعني أشبه ما تكون بالإيه بالمائعات، واضح؟ يعني وقع شيء من النجس فيها، لكن هذا نجس غير معفو عنه، فننتبه إلى هذا القيد، واضح؟ إذا وقع في طعام جامد كسمن، كسمن هذا تصوير لماذا؟ تصوير لما كان من الطعام الجامد، وبالتالي إيه؟ نفهم منه أنه ما عند إذا ما كان عندنا نوع من الطعام مائع ووقع فيه نجس، هذا النجس غير معفو عنه، فإذا هذا المائع كله يتنجس ولا يمكن تطهيره، لا يمكن إيه؟ لا يمكن تطهيره. لماذا نقول نجس غير معفو عنه؟ لأنه ما كان مثلا من النجس الذي لم يعني من ميتة من الميتة التي لا دم لجنسها سائل، إذا وقعت في المائع يعفى عنه، أو شيء من النجس الذي لا يدرك بالطرف يعفى عنه، بدليل إيه؟ حديث الذبابة، أفهمتم؟ إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، والغمس يفضي بها إلى الموت، واضح؟ فإذن هنا أمرنا بغمسها، وبعد ذلك يعني أباح لنا شرب ماذا؟ ما كان من الإيه؟ الماء والمائع. قال الشيخ فأرة مثلا، لماذا عبر بالفأرة؟ لأن الفأرة من جنس ما كان إيه من الحيوانات التي لها دم سائل، واضح؟ فأرة مثلا فماتت، أما إذا كانت الفأرة ما زالت على حياتها فإذن لا تنجيس، لأنها الحية أي ما كان حيا ما زال على طهارته، إنما هذه الفأرة تنجس بالموت. فيقول هنا فماتت، وقعت حية فماتت فيه، أو وقعت وهي ميتة، واضح؟ فهنا ما الحكم؟ هذا الطعام الجامد تنجس، هذا الطعام الجامد إيه؟ تنجس، تنجس. لكن هل يمكن تطهيره؟ قال نعم ممكن تطهيره. طيب كيف نطهره؟ قال أن نزيل النجاسة وما حولها مما ماسها، يعني ما مسته النجاسة، ما لاقته، فهمتم؟ هذا هو تطهيره، يعني نأتي إلى السمنة هذه ونأخذ الفأرة وما كان قد لاقاها من السمن ونرميه، هذه الفأرة نجسة وما لاقاها متنجس، وبقية السمنة ما زالت على طهارتها، فهمتم؟ طيب لو أن هذا الميت أو لو أن هذا الميت هو مثلا وزغة، السمنة ما زالت طاهرة، وما لاقى هذه الميتة معفو عنه، لأن هذه ميتة لا دم لجنسها سائل معفو عنها، فأنتم يا أحباب نعم. لكن لو كان هذا الأمر الآخر وهو لما قال جامد يقابله المائع كالزيت، الزيت مائع أليس كذلك؟ وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، تنجس الزيت، لكن هذا نوع من النجاسات لا يمكن تطهيره، يعني زيت تنجس إذا لا يمكن تطهيره، فإذا ماذا نفعل؟ لا نستعمله في طعام في شراب، ماذا نفعل؟ ممكن نستعمله في إسراج، ف
فانوس. أما نروح يعني نستخدمه في طعامنا، إذن هذا إيه؟ تضمخ، لا يجوز. هل يمكن تطهير الجامد بنفس طريقة تطهير الأرض الجامد؟ لا، هو لا نحتاج إلى تغذية يعني. إزالتها بس والله هذا نزيله فقط. نزيل العين، عين النجاسة. نزيله عين النجاسة. وما بقي من سم الماسة هو نأمره بالماء. آه يعني مما ماس النجاسة؟ لا لا يمكن، لأن هذا الشيء يعني بملاقاة الماء به ماذا يفعل؟ يذوب، يتحلل. وشرط إمكان تطهيره بقاء عينه، عينه لا تبقى تذوب، تتلاشى بالماء. إن كان لا يذوب ممكن، يعني خبز جامد لاقته نجاسة ممكن نغسله بالماء، لكن سيبقى هنا هذا من جنس الجامد ولا يبقى من جنس الصلب؟ آه نعم، يعني في هذه الحالة هو يعني له يعني فيه صلابة، متصلب، يعني عينه لا تذوب. ما كان من المطعومات عينه تذوب بالغسل له قسمان، إما أن يكون مائع وإما أن يكون جامد. لكن ما كان من الأعيان لا يعني عينه تذوب أو تتحلل بالغسل، هذا الذي يقول فيه إيه؟ أنه يعني يأخذ حكم الأرض ويأخذ حكم إيه؟ غيرها من المواد الصلبة. يعني كالمسألة التي مرت معنا في اللحم إذا تنجس بالخمر، وكالبر إذا تنجس بنقعه في البول ما زال صلبا، فإذا نغسله فقط وإن نقع. واضحة؟ هناك فرق بين الصلب والجامد. أيوة، هناك فرق بين الصلب والجامع الجامد. هنا ما كان من المطعومات إذا لاقى الماء ويعني يتحلل ويذوب في الماء، فهذا نقول له حالتان، إما أن يكون جامد وإما أن يكون مائع. فإن كان جامد طهارته بإزالة عين النجس وما لاقاه، وبقية الجامد طاهر ما زال على طهارته لأنه لم يلاقي النجس، لم يماسه. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ: والآخر من المائعات اللي هو الزيت، إذا لاقاه يقول خلاص هذا الزيت، ومثل الزيت الشاي مثلا، عندك شاي عندك لبن وقعت فيه الفأرة. بس ننتبه، يعني هنا فأرة وقعت في لبن، هل هناك مشقة من صون اللبن عنها؟ لا. لكن لو جئت تحلب البقرة والبقرة بعد ذلك رفعت رجلها وأدخلت قدمها في الايه في القدر، أو ربما خرج شيء من آثار الضرع الذي كان يعني قد تتنجس بجلوس البقرة على الأرض اللي فيها روث. أنتم تعرفون البقر ولا ما تعرفون البقر؟ تعرفون البقرة كده، لكن هل دخلتم إلى محل فيه الأبقار ورأيتم كيف البقرة وهي متضمخة بالنجاسة؟ ستجد البقرة هذه مشكلة، يعني بقدر ما تعطينا من اللبن وطيبة وكويسة زي الفل، بس هي مسكينة لا تبالي، تروث وتبول، وبعد ذلك تجلس على المحل الذي راثت عليه، فيبقى ضرعها متنجس، مش كده؟ تأتي الست الصباح في الصباح وتحلب البقرة، تنظفها شوية بالإيه؟ بيدها هكذا، ويعني تزيل ما كان من البعر أو ما كان من الوسخ أو النجس الذي أصاب ضرعها، ثم تقوم بحلبها، لا؟ أليس كذلك؟ يخرج شيء من آثار هذا الايه النجس الذي كان قد علق بضرعها على اللبن الذي انت حلبته، بعدين نشربه ونصلي على النبي بسم الله وتوكل على الله. ما حكم هذا المائع؟ تنجس لكن ايه يعفى عنه. ليه؟ للمشقة. يعني كل يوم ست البيت تأخذ البقرة تدخلها الحمام وتعمل لها غسيل بالصابون، تقول لها يعني انتبهي تعمل كده مرة تانية لو انت عاوزة يعني تدخلي الحمام.
هذه بقرة يعني، فكل يوم البقرة تروث وتجلس وتبرك ونحو ذلك، يعني بخلاف الآن مثلا بعض المزارع الأبقار ربما يقومون بعملية تعقيم وتنظيف واستخدام آلات الشفط لللبن، مش كده؟ ربما فيها نوع من الايه الإمكانيات المتطورة، لكن هذه ليس كل الناس يملكها. فبعض النساء وبعض الناس في بيوتهم في القرى ونحو ذلك يعني يقومون بحلب البقرة بطريقة ايه بسيطة، فربما نزل شيء من الايه النجس الذي علق بضرع البقرة على ذلك اللبن، فهو إذن مائع، تنجس بماذا؟ بنجس، لكنه معفو عنه. نحن في المسألة التي معنا النجس غير المعفو عنه، النجس غير المعفو ايه، ننتبه لهذه المسألة. ما كان من البلوى إذا عمت، وما كان من المشقة إذا إيه يعني المشقة التي يشق الاحتراز عن النجس الذي يشق الاحتراز عنه، هذه المشقة تجلب التيسير، فالعفو قائم. بس ننتبه إلى أنه نجس معفو عنه. فيقول الشيخ وإذا وقع في طعام جامد، فإذا خلونا مع مسألة اللبن، إذا تنجس بنجاسة غير معفو عنها، الزيت إذا تنجس بنجاسة غير معفو عنها، العصير كذلك مفهوم، العسل بالمثل، لأن العسل مائع ولا جامد يا أحباب؟ ها؟ جامد ولا مائع؟ في خلاف، لا ها؟ العسل مائع إذا اغترفت منه يتراد عن قرب، فهو مائع، إذا تنجس بنجاسة غير معفو عنها ما الحكم؟ لا يمكن تطهيره. لماذا لا يعطى له حكم الماء؟ يقول الماء يشق صونه والمائع لا يشق صونه، بإمكاننا أن نقوم بإغلاقه والحفاظ عليه، مش كده؟ فإذن إذا تركته حتى جاءت الفأرة إليه أنت مقصر، فماذا نفعل؟ لا يمكن تطهيره، فإذا هذا متنجس، بإمكاننا أن نستعمله في أشياء أخرى، نسقي هذا العسل لبعض النحل ما فيش مشكلة، النحل يتضمخ بالنجس ما فيش مشكلة، أو نقوم بإيه بهذا الزيت فنجعله سراج، يعني زيت للإسراج، لا إشكال في ذلك، فهمتم؟ لكن هناك قول وهو ضعيف يقول يمكن تطهير الزيت، نصب عليه ماء كثير، نصب عليه ماء كثير، فننتبه إلى قيد الكثرة، ويكاثره، أي يصير الماء كثير، بأن يعني يكون الماء الذي لاقى هذا الزيت المتنجس قلتين، ثم نقوم بتحريك الماء الذي فيه الزيت، مفهوم؟ يعني بخشبة ونحوها حتى إيه؟ يعني يحصل عندنا ظن بوصول الماء إلى إيه؟ جميع أجزاء الزيت، ثم نتركه حتى يطفو الزيت، ثم يعني نقوم بإيه؟ يعني كما يذكر هنا يعني ثقب ذلك الإناء من الأسفل حتى ينزل الماء من الأسفل ويبقى الزيت في الأعلى، وبهذا يمكن تطهير الزيت، لكنه قول ضعيف، مفهوم؟ لكن هذا محله كما يقول إذا كان هذا زيت تنجس بنحو بول، أما لو كان هذا الزيت تنجس بنحو مرق يعني سيبقى المرق أيضا مع الزيت يطفو، فهمتم؟ فلا يعني مهما وضعنا له ماء وخرمناه من الأسفل سيبقى المرق المتنجس، المرق النجس الذي نجس الزيت مع الزيت يطفو، فلا يمكن حينئذ التطهير. قال الشيخ ألقيت، ما هو الذي ألقيت؟ أي الفأرة، أي النجس، ألقيت وما حولها مما ماسها، من ماذا؟ من الزيت، من السمن، عفوا السمن، الزبدة، إيه كمان؟ الآيس كريم إذا كان متثلج، مش كده؟ الشوكولاتة إذا كانت إيه شبه جامدة، الحلوى، أليس كذلك؟ لكن لو كان هذا الشوكولاتة مائعة مع السلامة، مضرة ومتنجسة. ماذا كمان؟ شربة
قلنا هذا متنجس. قال الشيخ وما حولها مما ماسها فقط والباقي إيه؟ والباقي طاهر. طيب ما هو الجامد؟ قال والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد عن على قرب. نعم، أو لا يتراد عن قرب على قرب، لا يتراد على على قرب، أو بخلاف ماذا؟ المائع. فرع إذا تنجس، وانتبهوا عندنا الآن هذه هذا الفرع يحتاج إلى انتباه شوية. فرع إذا تنجس ماء البئر القليل. خلاص يعني عرفتوا الفرع الماضي؟ طبعا الفرع الماضي متعلق بالمطبخ، ستات المطبخ الذين يعملون في المطابخ هذا الفرع يعنيهم السابق. الجامد وما يتعلق به. قال الفرع الذي معنا الآن، قال إذا تنجس ماء البئر، انتبه إلى قوله ماء، طبعا هذا الفرع محله الأليق به المناسب له أحكام الإيه؟ المياه وليس هذا الحكم، لكن له علاقة بهذا الباب، له علاقة بماذا؟ بإمكان التطهير. نعم، إمكان الإيه؟ التطهير. قال إذا تنجس ماء البئر القليل، وهذا قيد، ماء بئر قليل أي دون القلتين، يعني الماء في قعر البئر، هذا المراد بماء البئر، أي الماء ما زال في البئر بملاقاة نجس. طبعا والنجس هنا إيه؟ غير معفو عنه، لم يطهر، لم يطهر بالنزح، لم يطهر بإيه؟ بالنزح، بل ينبغي ألا ينزح ليكثر الماء بنبع أو صب ماء فيه. قال والحالة الثانية إذا تنجس ماء البئر القليل، سيأتي بالحالة الثانية المقابلة لها، أو الكثير، أي أن هناك ماء بئر ونحوه تنجس بماء بإيه؟ ماء بئر ونحوه كثير وليس قليل، تنجس بهذه النجاسة غير المعفو عنها، لم يطهر إلا بزواله، لأن الماء إذا كان كثير ويوصف بأنه تنجس أي تغير، لأن الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، فهمتم؟ لا ينجس إلا بالإيه؟ بالتغير. إذا عندنا ماء بئر كثير لاقى نجس فتغير به إذن تنجس، كيف يطهر هذا الماء الكثير؟ سيأتي. قال فإن بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير، هذه صورة أخرى انتبه. فيصل عندنا الآن ماء بئر له حالتان، قليل وكثير. ماء بئر قليل تنجس، كيف نطهره؟ قال نطهره بالمكاثرة، نطهره بالمكاثرة، يعني نصب عليه ماء آخر حتى يبلغ الماء الذي في البئر قلتين، وبالتالي لا تغير، إذن طهر. إذا كان الماء البئر القليل تنجس ولا تغير، أو تنجس وتغير بالنجاسة، فإمكان تطهيره بالمكاثرة، بالمكاثرة أو بزيادة النبع حتى يبلغ الماء قلتين ولا تغير، أو يعني إذا لم يكن هناك التغير بأن يبلغ قلتين فيصير حينئذ إيه؟ طهور. فهمتم يا أحباب؟ أيوة، واضحة هذه الصورة. قال لا، بعضهم سيقول نحن سنطهر بطريقة أخرى، ما هي الطريقة يا شاطر؟ قال بنزحه، يعني هذا الماء الذي في البئر الذي هو دون القلتين تنجس، نعم مفهوم تنجس، ننزحه. ما معنى ننزحه؟ يعني نغترفه كله حتى يصير البئر إيه؟ لا يوجد فيه ماء، فينبع ماء جديد، فالماء الجديد يصير طهور. قال لا، ليس كذلك، النزح لا يطهره. لماذا؟ لأن الماء الذي هو دون القلتين ولاقته نجاسة تنجس، فيصير هذا الماء متنجس، وحواف البئر وقاع البئر متنجس أيضا، مش كده؟ فلو أنك قمت بعملية النزح أفرغت البئر من الماء
لكن لم تطهر حواف البير من التنجس. فهمتم؟ الحل أن تتركه كما هو وتزيد عليه ماء أو تجعله يزداد نبعه حتى يبلغ قلتين، لأنه هنا ببلوغه قلتين يصير الماء قويا دفعا ورفعا. فهمتم؟ هذا هو الحل. فالذكاء بتاعك هذا اتركه على جنب، هذا ليس ذكاء فقهي. تمام، اتركه على جنب، اترك الماء كما هو. فهمتم؟ الحالة الثانية عندنا ماء بئر ونحوه كثير، وقعت فيه نجاسة فتغير، إذا تنجس، مش كده؟ كيف نطهر الكثير؟ قال بالمكاثرة، يلا صب عليه ماء حتى تزول، حتى يزول التغير، حتى يزول ليه؟ التغير، أو بالنقصان وقد زال التغير، أو تتركه ليتغير لتزول النجاسة بنفسها. الذي مرت معنا في أحكام الإيه؟ في أحكام الماء القليل الكثير إذا تنجس، إما أن يطهر إما بالمكاثرة أو بالنقصان أو بأن يزول التغير بنفسه. بالمكاثرة عرفناها، بالنقصان كيف؟ قال عندنا 10 قلال أو البئر يعني كبيرة، وما كان من الماء في البئر 5 قلال، فننزح منها جزء، وربما إذا تفرقت القلال وكانت كل يعني مجموعة دون قلتين فأكثر فيصير الماء طهور. مفهوم؟ ولا تغير، ولا تغير. يعني إذا كان بالنقصان لابد من شرطين، أن تكون هذه القدر من الماء يعني في كل منها قلتين فأكثر، ولا تغير، ولا إيه؟ ولا تغير، حينئذ يطهر، أو بتركه حتى يزول التغير بنفسه. واضح؟ قال لكن لو أننا في هذه الحالة يعني أو الكثير يتغير به لم يطهر إلا بزواله، أي بزوال التغير، ولنا أن نطهره بالمكاثرة كما قلت لكم، نصب عليه ماء آخر حتى يزداد الماء الكثير ويزول التغير. قال فإن بقيت فيه نجاسة، وهنا انتبهوا، ماء قليل تنجس، ماء كثير تنجس بالتغير، ماء قليل تنجس بالملاقاة، ماء كثير تنجس بالتغير. تمام؟ الحالتان عين النجاسة ليست باقية، في الحالة الأولى والثانية عين النجاسة غير باقية. ما حكمها هذه؟ عين اختلطت، عين النجاسة اختلطت. لكن لو أن عين النجاسة باقية، أي لها يعني تدرك بالرؤية أو يمكن فصلها، قال فإن بقيت فيه نجاسة، فيه هنا يقول فإن بقيت فيه، في ماذا؟ في الكثير. فإن بقيت فيه أي في الماء الكثير نجاسة كشعر فأرة. نعم، شعر فأرة يعني صورة، عندنا ماء البئر الكثير سقطت فيه فأرة ميتة يعني إيه لا يعفى عنها، فنجس. فهنا ماء البئر إما أن يتغير وإما لا يتغير، فعندنا حالتان، إما أن يتغير وإما ألا، فإن تغير تنجس جميع الماء. فإذا أردنا تطهيره فبالمكاثرة. طيب كاثرناه وزال التغير لكن عين النجاسة موجودة فيه، فهمتم؟ فالماء حينئذ لنا أن نستعمله أم لا؟ يقول نعم، إلا إذا كانت هذه الإيه؟ الفأرة شعرها إيه؟ تحلل، اللي هو كما يقول هنا يعني إيه؟ تمعط، تمعط يعني تفرق يعني تمزق. واضح؟ فهنا الماء كثير ولا تغير به، ولكن عين النجاسة موجودة وتمعطت، تمزقت. فهمتم؟ فهل هذا الماء الكثير طاهر طهور أو هو متنجس؟ ما الحكم؟ ما هو ماء كثير
ووقعت فيه ميتة كفأرة وتمعطت أي تمزق شعرها، ولكن هذا الماء الكثير لا تغير به، فهل هذا الماء الكثير الذي ما زالت عين النجاسة موجودة فيه ولكن متمعطة متمزقة متجزئة، فأنتم طهور أم متنجس؟ ما زال طهورا، ما زال إيه؟ ليه؟ لأنه لم يتغير، لكن عين النجاسة موجودة فيه، ما فيش مشكلة. لكن هل يمكن استعماله؟ يقول يتعسر، فيصير طهور لا يمكن أن نستعمله في الطهارة. لا يمكن لا لتنجسه إنما لتعسره. تعسر إيه؟ تعسر استعمال الماء، لأننا لو غرفنا منه ربما تقع بعض شعراته في هذا الماء الذي نزحناه وهو قليل، لأنه بالانفصال سيبقى قليل مش كده؟ وستبقى في داخله إيه؟ بعض الشعرات. لكن ممكن مرة معنا أصلا فرع في أيام المياه، لو أنتم نسيتم الفرع، لو أن عندنا ماء كثير وفي داخله نجاسة باقية، فاغترفنا غرفة أو غرفة من هذا الماء، فهذا الماء الذي اغترفناه اغترفناه من ماء طهور، فإن كانت عين النجاسة موجودة في داخل الماء فبالانفصال صار قليل، في هذه الحالة سيصير ما داخل الدلو متنجس وما كان خارجه طهور، وكذلك أيضا ما كان من حوافه الظاهرة الخارجية، لو أن عين النجاسة بقيت في خارج الدلو وما كان في الدلو لم تبقى فيه عين النجاسة، فيبقى ما في الدلو طهور وما في الخارج طهور إن كان كثير، وإن كان دون القلتين نجس، وكذلك ما كان من ظاهر الدلو أي حوافه الخارجية متنجسة. فهمتوا؟ المسألة التي معنا هنا، البئر إذا كان ماؤه كثير وفي داخل البئر ميتة تمزقت وتمعطت أي أجزاؤها وشعرها، فيقول هنا الشيخ لا يمكن استعمال هذا الماء الطهور، بس لا يمكن استعماله بالغرف، لكن بإمكاننا أن نستعمله بالغطس، واحد جنوب سينزل داخل البئر ويغتسل، أوكي ما فيش مشكلة. أما بالغرف صعب، لماذا لا يمكن؟ يعني عسر، لأن احتمال الدلو الذي نزحته من هذا البئر فيه الشعر، وهذه الشعرة غير معفو عنها، سيتنجس ما في داخل هذا الدلو من الماء القليل بوجود شعرة من فأرة متنجسة نجسته، مفهوم؟ نجست، مفهوم هذه؟ لكن لو أننا اغترفنا ولما نظرنا بعد أن اغترفنا هذه الغرفة من الدلو ما وجدنا أي شعر، سيبقى ما حكمه؟ طهور. فإذن هنا قوله فطهور تعذر استعماله أي تعسر وليس تعذر، فهمتم؟ لأن لنا أن نستعمله إن بالغطس وإن بالغرف بعد التحقق عدم وجود شعرة في داخله، فهمتم يا أحباب؟ إذ لا يخلو منه دلو، هذا لا يخلو منه دلو غالبا لكن ليس مضطرد، فلينزح كله، علشان يعني في هذه الحالة يعني نتيقن طهارته ويمكننا استعماله. قال فلينزح كله، فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر، شفتم كالمسألة التي بيّنتها لكم لم يضر، وإن ظنه حتى وإن كان أنه يعني وإن ظنه أي غاية لم يضر، وإن ظنه أي ظن وجود شيء من الشعر في داخل الدلو، لأن هذا الظن لا عبرة به لاستصحاب الأصل، والأصل أن هذا الماء طهور، واضح؟ الظن ظاهر في التنجس، والأصل هو عدم التنجس، الأصل عدم فنستصحب الأصل وإن كان الظاهر تنجسه، ولا عبرة بالظاهر حينئذ، ولا عبرة بالظاهر حينئذ. قال الشيخ وإن ظنه عملا بتقديم الأصل على الظاهر، مفهوم؟
قال الشيخ بعد ذلك أنت يعني نمضي نكمل كم ده ساعة ونص معفو ولا ايه نمضي طيب نمضي توكلنا على الله ما فيش إلا حاجة بسيطة يعني بقي شوية متعلق بالكلاب يعني قال الشيخ يعني سيشرع في احكام ايه تطهير النجاسة المغلظة يعني ولا يطهر متنجس اي ثوب او مكان او بدن لا يطهر متنجس بنحو كلب اي تنجس بنجاسة مغلظة كلب وخنزير وما تولد عنهما هذا هو المراد بنحو الكلب بنحو الكلب لا يطهر أي ما تنجس بالنجاسة المغلظة بالنجاسة المغلظة لا يطهر إلا بالإيه إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات أي ولو كانت هذه الغسلات المزيلات للعين مرات فهمتم فإذا لو أن عندنا ثوب تنجس بنجاسة مغلظة فماذا نفعل أولا ننظر هل هذا الثوب الذي تنجس بنجاسة مغلظة نجاسته حكمية أو نجاسته عينية عين النجاسة موجودة أو عين النجاسة غير موجود مفهوم فإن كانت هذه النجاسة عينية بأن بقي الجرم أو صفات فإذا لابد من إزالة الجرم وإزالة الصفات فتصير هذه الغسلة التي أزالت العين والصفات غسلة واحدة من السبع انتبهوا لعبارة الشيخ تصير غسلة واحدة من السبع الغسلة أو الغسلات التي أزالت العين والصفات تعد غسلة فهمتم؟ فإن كان هذا الثوب متنجس بنجاسة حكمية لا نحتاج إلا إلى سبع غسلات إحدهن بتراب لأنه لا توجد عين النجاسة ولا صفاتها لكن بقي حكمها فنقول هذه النجاسة حكمية فهمتم؟ نبدأ في الغسل سبعا إحدهن بتراب مش كده؟ وخلاص لكن لو كانت النجاسة عينية نبدأ في إزالة العين ربما إزالة العين تستغرق منا غسلة وغسلتين وثلاث يعني بعد ست غسلات مثلا زالت العين والأوصاف نقول هذه الست غسلة واحدة من السبع فهمتم؟ غسلة واحدة من السبع نحتاج إلى بقية كام؟ إلى ست إحدهن بتراب واضح؟ أيوة يقول هنا الشيخ ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات أو غسلات بعد زوال العين طبعا بعد زوال العين والصفات تمام؟ أيوة ولو بمرات شوفون عبارته بنحو إلا بعد سبع إيه؟ إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ماذا يفيد؟ يفيد أن السبع الغسلات تكون بعد زوال العين وأن الغسلات المزيلات للعين ليست من السبع مش كده؟ أليس كذلك؟ هذا أول عبارته آخر عبارته يبين المراد قال ولو بمرات فمزيلها مرة واحدة فهنا صار عن هذا الكلام هو المعتبر أن الغسلات المتعددات تعد إيه؟ مرة واحدة الغسلات التي تزيل العين مهما تعددت وتكررت تعد غسلة واحدة خلافا لما يفيده أول كلامه واضح؟ قال الشيخ فمزيلها مرة واحدة إحداهن أي إحدى السبع إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء إحداهن الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة لك أن تجعل واحدة من هذه السبع ممزوجة بإيه؟ بتراب والأولى أن تكون الأولى يعني الأولى هي التي أزالت العين مش كده؟ طيب الثانية اجعل الثانية لأنه لا ينفع التتريب مع وجود العين انتبهوا لهذا
نعم. يقول هنا إحداهن أي إحدى السبع ولو السابعة. لحظة شوية. نعم. هنا سيأتي ولا يكفي ذره عليه ولا مسحه أو دلكه به، يعني في قوله بأن يكدر الماء حتى يطهر أثره فيه أو حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس. وبالتالي هنا ننتبه لأن هذه الغسلة التي تزيل النجاسة لا يمكن أن تترب فيها، إنما تترب بعد زوال العين، تترب بعد زوال الإيه؟ بعد زوال العين. فإذا أزلت العين في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فصارت جميع الغسلات هذه غسلة واحدة، فتجعل الغسلة الثانية الأفضل أن تجعلها إيه؟ يعني بالماء ممزوجة بالتراب. ليه؟ حتى لا يتطاير شيء من هذا الرشاش بعد ذلك، يعني لأنك لو جعلت الغسلة الممزوجة بالتراب هي السابعة مثلا، فلو أنه تطاير شيء من الرشاش، من رشاش الغسلة السادسة أو الخامسة أو الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الأولى، تطاير شيء من رشاش هذا الإيه؟ الثوب المتنجس من هذه الغسلة إلى ثوب آخر أو إلى محل آخر، ستقوم بغسله بما بقي من عدد الغسلات مع التتريب في المنتقل إليه أيضا. لكن لو أنك قمت بالتتريب في الغسلة الأولى أو في الغسلة الثانية ثم تطاير شيء من الرشاش من الغسلة الثالثة إلى مكان آخر، ستقوم بغسل ذلك المكان بما بقي من عدد الغسلات دون تتريب. فهمتم؟ واضح هذه الصورة؟ لهذا يقول إحداهن والأولى أولهن أو لهن، والأولى أو أولهن، مفهوم؟ أو الثانية كذلك. قال إحداهن بتراب، بس بتراب معفو عنه يا أنيس ولا بتراب طهور؟ طهور أهو، اللي هو مسألة العفو، ما تجيش للتراب اللي في الشارع المتيقن نجاسته المعفو عنه تأخذه وتترب به، فهمتم؟ فيقول بتراب تيمم. ما هو تراب التيمم ده؟ طاهر مطهر أي طهور ممزوج بالماء. وبالتالي التراب وحده دون مزج لا يكفي. ما هي كيفية مزجه بالماء؟ صورتها قال بأن، أي تصوير، تصوير للماء الممزوج بالتراب. قال بأن يكدر الماء، يعني التراب الممزوج بالماء يعني صورته بسيطة، تراب كدر ماء يعني جعله كدرا، وليس المراد أن تأتي بتراب فتجعل الماء كله كأنه إيه؟ يعني الطين يجري بطبعه، لا، تأتي بماء وتضع فيه شيء من التراب بحيث يتغير إيه؟ لون الماء، يتغير لون الماء أو يتغير إيه؟ عفوا يعني شكل الماء، فيصير الماء بدل ما كان يعني نقي متكدر، مكدر بالتراب، فهمتم؟ فتقوم بصبه على محل النجاسة فخلاص الموضوع سهل يعني. ولا تأتي بتراب، نسبة التراب مثلا 70% ونسبة الماء 30%، فيبقى كأنه تراب أصابه ماء وليس ماء أصابه تراب. نحن نريد ماء أصابه تراب، يعني مسألة بسيطة يعني. لا يعني يأتي بكمية كبيرة من التراب ويدخلها إلى الحمام وكأنه سيبني في الحمام، سيعمل بناء ولا حاجة، يعني عامل نقاشة. قال بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه، أي أثر التراب فيه أي في الماء، ويصل بواسطته، أي ويصل التراب بواسطته أي بواسطة الماء إلى جميع أجزاء المحل المتنجس، وحينئذ انتهت الغسلات خلاص الموضوع سهل يعني. واحد وطئ بقدمه بجزمته روث النجس، روث نجس الكلب، روث الكلاب، أخذ النعل، ماذا تفعل؟ تقوم بإزالة النجاسة. بعد ما تقوم بإزالة النجاسة خذ الجزمة أو النعل
واغسله، يعني ازلت العين، ازلت العين، قال ازلتها بالمنديل، لكن بقي الطعم او بقيت الرائحه، لابد من صب ماء حتى تزول هذه الصفات. فاذا ما ازلت هذه الصفه تقوم بعد ذلك بماذا؟ ببقيه الغسلات السبع، احداهن بتراب. قال لا خلاص، انا يعني لابد ان ناتي بهذا التراب ويعني نعجنه بالجزمه، يصير كذا يعني خلاص تلفت الجزمه، تلف النعل، التراب دخل في كل مكان، يلا اجري محل النجاسه كانك في مطارده مع مثل توم جيري. لا يا. او بعضهم تجده خلاص يوسوس يرمي الجزمه كلها، خلاص يعني جزمه تنجست بنجاسه مغلظه الى الزباله، نشتري جزمة ثانية. بهذه الطريقة ستبقى موسوس شوية شوية، يعني اليوم في كلب، بعدين في روث الهر، وشوية يعني ستبقى موسوس في كل شيء. الموضوع سهل جدا. طيب لو أن عندنا ماء راكد، أهو ماء راكد، ماء راكد ليس جاري، وهذا الماء الراكد فلنفترض أنه تنجس بنجاسة كلبية، نجاسة مغلظة، مش كده؟ ماء راكد قليل وقعت فيه نجاسة مغلظة نجسته، ماء راكد كثير وقعت فيه نجاسة مغلظة تغير بها فتنجس، مش كده؟ هل يمكن تطهير هذا الماء الراكد؟ قال نعم. فماذا نفعل؟ نضع فيه تراب، نحركه سبع جريات، سبع تحريكات، ونضع فيه التراب في إحداهن، فتصير كل حركة. لهذا انتبه، انتبه لهذا الفرق في قوله إيه؟ نعم هذا قال ويكفي في الراكد، الجار والمجرور متعلق بتحريكه، أي ويكفي في الراكد تحريكه، يعني إيه؟ ويكفي تحريك الراكد، ويكفي تحريك الراكد إيه؟ سبع مرات، مفهوم؟ هذه السبع مرات هي إيه؟ تطهير له. لكن ننتبه إلى أن هذا الماء الراكد هو إيه؟ ما هو؟ قليل ولا كثير؟ ها؟ ما رأيكم؟ كثير كثير، لأنه لو كان قليل لابد من المكاثرة، لكن لأنه كثير كثير وتنجس به هذه النجاسة المغلظة، فما الحكم؟ المكاثرة وحدها لا تكفي. إذا كان هو كثير، إذا كان هو ماء راكد كثير وتنجس كما قال عندكم هنا، فإننا في هذه الحالة لابد من أن نضع عليه الطين ونعكره ونحركه سبعا، فلابد من تكديره أو تعكيره كما عبر عندكم المحشي وتحريكه. قال والضمير يعود على المحل المتنجس، لا عفوا ليس كذلك، ويكفي في الراكد تحريكه يعود على المحل المتنجس، أي ويكفي يعني يكفي عن السبع غسلات تحريك المحل المتنجس في الماء الراكد، مش تحريك الماء الراكد المتنجس. نعم، لو أننا في هذه الحالة المحل محل لاقاه نجس مغلظ فغسلناه، أي صببنا عليه الماء سبع غسلات، لكن لو غطسناه في الماء الراكد، مفهومة هذه الصورة؟ مش مفهومة. خلاص طيب نعيد شرحها مرة أخرى. عندنا المتنجس ليس ماء، المتنجس هو محل يعني كثوب أو بدن، مفهوم؟ أو كطين أو تراب، عفوا أرض تنجست بنجاسة مغلظة، فلنفترض أنه بدن أو ثوب تنجس بنجاسة مغلظة، أو إناء تنجس بنجاسة مغلظة، وحينئذ زالت العين وزالت الأوصاف، بقية الغسلات مع التراب. فهنا غسلنا هذا الإناء أو غسلنا ذلك الثوب بالغسل بالصب، هذه شرحناها في المسألة الأولى. لا،
المسألة الثانية التي معنا، لا أردنا أن نغسل هذا الإناء في ماء راكد، يعني نأتي به ونضعه في ماء راكد. طبعا والحال أن الماء الراكد هذا إيه كثير، والحال أن هذا الماء الراكد إيه كثير حتى لا يتنجس بالورود، الورود النجاسة عليه، فالماء الراكد كثير. وأتينا بهذا الإناء بعد إزالة عينه، أو كان هذا الإناء متنجس بنجاسة حكمية، وضعناه في ماء راكد، فكيف نسبع؟ كيف نسبع؟ بالتحريك سبعا، مفهوم؟ والتحريك الذهاب حركة والإياب حركة، 1 2 3 4 5 6 7 خلاص طلعوا. لكن انتبه، لابد أن يكون الماء الراكد يعني متكدر أو يعني بتعكير الماء يعني معكر في واحدة من السبع. يعني مثلا نفترض أن الماء الراكد هذا نقي في الغسلة الأولى، نزلنا هذا الكوب المتنجس بنجاسة مغلظة في الغسلة الأولى، 1 2 3 4 5 6 لكن ليس الماء إيه عكر، فنأتي بالتراب في هذه الغسلة السابعة ونضع التراب في إيه في هذا الماء بحيث يتعكر، ثم نحركها السابعة خلاص ونطلع الإناء، نطلع الإيه الإناء. فهنا يقول ويكفي في الراكد، أي في تغسيل المحل في الماء الراكد، هذا معنى العبارة. ويكفي لو أننا سنغسل المحل في ماء راكد ماذا نفعل؟ قال ويكفي في الراكد تحريكه سبعا، واضح؟ فهنا سيصير عندنا سبع غسلات وسبع تحريكات. غسلات إذا كان الماء يصب على المحل، لكن إن كان المحل يغطس به في الماء الراكد فإذا سبع تحريكات، واضحة له؟ إحداهن معكرة يعني مكدرة بالماء بالتراب. قال شيخنا يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى. طيب لو وضعناه في ماء جاري فبسبع جريات، إحداهن معكرة، مفهوم؟ ولو أن الأرض هي التي تنجست بالنجاسة المغلظة، قال ولا تتريب في أرض ترابية، إذا نصب سبع صبات فقط، صب أولى وثانية وثالثة ورابعة، بال الكلب في الأرض ماذا فعلنا؟ بس خلوا بالكم أرض ترابية وليست أرض صلبة، مش رخام. الآن بعضهم يأتي بالكلب ويدخلوا الحمام، يعني يدخل مع الكلب يتنجس الكلب وهو يعني مش عارف، يعني حاجة صعبة. على كل حال لو أن الأرض الترابية، فأنتم أرض ترابية تنجست ببول كلب مثلا، والكلب بوله جفة أو زالت العين، ماذا نفعل؟ نصب عليه سبع غسلات بس خلاص، لا نترب لأن التراب لا يترب. لكن لو أن هذه الأرض رخام أو سيراميك، فإذا نزيل العين ونغسلها سبعا، إحداهن بتراب، يعني الغسلة المزيلة للعين إحدى السبع، إحدى ليه السبع، مفهوم؟ طيب لو أن عندنا الماء تنجس بالنجاسة المغلظة، لا تتريب إنما بالمكاثرة، بالمكاثرة، إن كان الماء دون القلتين فبالمكاثرة فيعود طهور، وإن كان الماء قلتين فبالمكاثرة حتى يتغير، حتى يزول التغير، مفهوم؟ قال الشيخ لماذا؟ لأن الماء في هذه الحالة فيه قوة الرفع وفيه قوة الدفع، فبالمكاثرة يدفع النجس عن نفسه. نكمل؟ نكمل، بقي شوية بس، واضح؟ كمل الفرع. يعني قال الشيخ فرع ولو مس، أي مس الإنسان كلبا، مس كلبا، ما معنى مس كلبا؟ أي لمسه، سواء كان ببطن الكف وبطون الأصابع أو بظهر، مطلق اللمس هنا، المراد بالمس مطلق الإيه؟ قال لو مس كلبا داخل ماء كثير، يسبح مع كلبه في البحر، لكن إيه الذي حصل؟ أنه لامس ببشرته
الكلب وهو في ماء كثير وليس في ماء قليل، فهنا ما الحكم؟ هل نقول يده أو جزءه الذي لامس الكلب في ماء كثير تنجس أم لا؟ يقول لا يتنجس، لأن الماء هنا إيه صار بمثابة الحائل، لا ينقل التنجيس، ولكنه إيه لا يمنع الاتصال. بمعنى إيه؟ أنه لو كان مثلا هو في الماء الكثير وضع يده على الكلب هكذا لامسه، أعزكم الله، يعني مش عاوزين نضع يدنا على شيء لأنه أشرف من الكلب من حيث الإيه الطهارة، هو يصلي هكذا ووضع يده على الكلب هو في ماء كثير يصلي، فهنا في هذه الحالة صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة، وإن قلنا بأنه يده ليست متنجسة، لأن الماء الكثير مع اللمس يمنع التنجيس أو التنجس ولكنه لا يمنع الاتصال، وبالتالي هو هنا ملاقي لنجاسة وإن كانت يده ليست متنجسة. مثلها إيه؟ مثل لو أن واحد معه في يده بعرة جافة، في يده بعرة جافة، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه ملاق لنجاسة وإن كانت يده ليست متنجسة، لأن الجاف مع الجاف طاهر بلا خلاف، مش كده؟ فهذه نفس الصورة. فلا يعني يتوهم بعض الناس أنه طالما أننا منعنا التنجس إذن نصحح الصلاة، كأننا منعنا الاتصال، فهمتم؟ فيقول لو مس كلبا داخل ماء كثير، أما لو كان داخل ماء قليل فالماء القليل تنجس بالكلب، مش كده؟ ويده بالملامسة تنجست بالنجاسة بالماء تنجست بملاقاة الماء الايه المتنجس بنجاسة مغلظة، فإذن يده تنجست بنجاسة مغلظة، لكن لأن الماء كثير وهو في هذه الحالة ما زال على طهوريته وإن لاقى كلبا، تمام؟ وإنما هو لامس الكلب، ولكن هنا لامس كما قال مس إشارة إلى أنه لم يقبض، أما لو قبض شدة القبض على الكلب داخل الماء جعلت الماء يعني يتفرغ، وبالتالي ستصير يده يعني إيه لاقت النجس تماما فتنجست حينئذ، بخلاف ما لو لمسها، فإذا هناك نوع من إيه من الماء أو قدر من الماء يحول بين الكف والكلب، مفهوم؟ نعم. قال ولو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده، لم تنجس يده، لكن صلاته لا تصح حينئذ مع هذا الوصف وهو مس. قال أنت مفهوم؟ أو كان هذا اللمس إيه وهو في ماء قليل لأنها تنجست يده بالماء المتنجس، مفهوم؟ قال الشيخ ولو رفع كلب، هذا فرع آخر، فرع آخر في ضمن الفرع، رفع كلب رأسه، لماذا في المسألة الأولى لا يتنجس؟ لأن الأصل طهارة اليد ولا ننجس إلا باليقين، بيقين الملاقاة، والماء الكثير مفهوم يعد كحائل حينئذ، إلا إذا كان شدد القبض على ذلك الكلب وهو في داخل الماء، وبالتالي سيكون الماء استفرغ بشدة القبض، مفهوم؟ نعم. قال ولو رفع كلب رأسه، ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب، رفع كلب رأسه من ماء، لا رفع كلب رأسه من إيه؟ من إناء فيه ماء، كما عبر عندكم المحشي، قال من ماء أي محل ماء كإناء فيه ماء، الكلب أدخل أعزكم الله رأسه في ذلك الإناء الذي فيه ماء، تمام؟ والإناء هذا إيه؟ ليس مثلا شفاف كهذا الكوب، إنما غير شفاف، فأدخل الكلب رأسه في الإناء، تمام؟ ثم رفع الكلب رأسه وإذا بالكلب فمه إيه؟ مترطب أي رطب، فهل هنا الكلب
يعني رطوبته بسبب الملاقاة، وبالتالي هذا الماء المتبقي في هذا الإناء متنجس نجاسة مغلظة أم لا؟ يقول يعني ما زال الماء على طهوريته. يقول هنا بشرط ولم يعلم مماسته له، أي ولم يعلم مماسة الكلب لذلك الماء الذي في ذلك الإناء الذي لم يعلم هو إيه تيقن الملامسة أو المماسة. مفهوم؟ كون الكلب رفع رأسه مترطب ربما تكون رطوبة إيه؟ رطوبة الفم وليست رطوبة الماء الذي لا الذي إيه؟ في الإناء. واضح؟ فإذا في هذه الحالة الأصل أن الماء طهور لا ننجسه إلا باليقين، لكن هنا احتمال ولوغ الكلب في الماء، والاحتمال لا يرفع اليقين بل لابد من العلم كما قال ولم يعلم أي يتيقن. مفهوم؟ نعم. لم ينجس، ما هو الذي لم ينجس؟ فم الكلب؟ ها؟ ما الذي لم ينجس؟ الماء. نعم. لماذا؟ عملا بالأصل، الأصل أن الماء طهور فنستصحب الأصل حتى نتيقن إيه؟ تنجسه بالمماسة. أما مجرد أنه غطس هكذا ثم رفع الكلب رأسه رطبا ربما الرطوبة هي من قبل إيه؟ إدخال الكلب رأسه في الماء. قال مالك، أي قال الإمام مالك وداود، أي داود الظاهري، الكلب طاهر. نعم الكلب طاهر، عندهم الكلب طاهر، وإنما يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب تعبدا وليس دليلا على التنجس. مفهوم؟ نعم. ولا ينجس الماء القليل بولوغه، وإنما يجب غسل الإناء بولوغه إيه؟ تعبدا. يعني عند المالكية الكلب طاهر. نعم الكلب إيه؟ طاهر. ونحن نقول الكلب نجس لأن هذا الإناء أصلا ليس فيه حدث حتى يرفع وليس فيه تكريمة حتى يغسل إكراما له، إذن غسل الإناء دليل تنجسه، والتنجس إنما يكون بملاقاته للنجس، فإذن هذا الكلب إيه؟ نجس. فهمتم؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.